وهذا لو سيل دو بان تا هو واحسن حاجه هو الصابون البلدي معكر الفاسي والكيس المهم هادشي كامل جبتو الشامبون الوغ هادو بغيت نقول لكم واحد الصديقه قالت لي لم يدري فيه ثلاثه المعالق ديال القهوه قالت لي ديري فيه ثلاثه المعالق ديال القهوه وخليه 3 ايام وعاد ولي تستعمليه قالت لي سي اكسيلون راه خرافي قالت لكم النتيجه خرافيه راه كتباتها في لي كومونتير والبنات بزاف جربوه وقالوا لي مخير انا هنايا بقات لي فيه دو شامبو صافي باقي ما لقيتوش مي صاحبتي قالت لي يمكن كاين فدي غادي نمشي نشوف من بعد فدي مكازان دي قالت لي تقريبا نفس الثمن ديال 20 اورو وانا وجدت كاع داكشي اللي غادي نحتاج اختي هذا وقت ليا حتى شي واحد اخر دابا شنو غادي نعمل غادي نشد الباب هكذا غادي نشعل الشوفاج هانتوما البنات وجدت الباب ديالي عملت فيه ديك لابو اللي عطاتني عليا وعملت فيه هاد الملحه ديال لوبان هادو كنت ديتهم من اكسيون ماشي واو غير منظر وصافي الصراحه ماشي واو كنفضل الاخرين اللي كيكونوا غلاكسون فيهم الريحه ديال الاعشاب المهم اللهم هادشي ولا والو وجدت الحمام ديالي وجدت الصابون بلدي غادي نعمل اليوم غير الماسك الواجب ديال بيسميك حيت ما عنديش الوقت نجد لا كوماج لا حتى شي حاجه وما فيا الصراحه ما باغاش نجهد فوالا شوفوا شنو باغي تخلي هذا البيوتي بلندر خانز ما تقدرش تخليه ديريه في لابوبيل دابا نشري لك واحد جديد سيري ديريه في لابوبيل صافي الغزاله تعملت اول حاجه هو السيروم كنوجد البشره ديالي للماكياج وفات شنو غنعمل انا من مورا الدوش كنعمل المبارد في وجهي باش كيتشدوا لي بور لان بالسخانه والفابور كيتحلوا لي بور ديال الوجه عملت الماسك ديال الارجل ديال بيسميك ودابا غادي نيدغاتي البشره ديالي ومن مورا لي ديغاتاسيون غادي نجمع هاد الدريسينغ عندي مقلوب مشقلب عاد ماكيي نصلي عاد ندوز الماكياج باش هكذا كتبقى لي البشره ديالي على الاقل كترتاح شي شويه من مورا الماكياج حاجه وحده اخرى ما تبقاوش تغسلوا وجهكم في الصباح بالصابون الصابون خليوه غير الليل لان داك السيبوم اللي كتنتج البشره ديالنا وحنا ناعسين كيصبح الوجه ديالنا مزيت زوين للبشره فما تغسلوش في الصباح غسلوه غير بالليل واصلا خصها البشره ترتاح شويه ماشي ديما لي ماسك ماشي ديما وشي مرات الا كنتو جالسين في الدار من الاحسن بلا ماكياج انا غادي ندهن لحمي بهذا اللي بايتي كله ديامون بحال هكذا حيت حضاره باش نكونو كنشعشعو في الحضور صافي الغزالات المهم هذه هي لا روتين ديال البشره ما عملت لا كوماج لا والو اليوم عملت غير عرفتو هنا يصبح لي منفخ بحال عطاتني شي حاجه الليل يمكن شي اغينيه مع الطبيعه مع بيت الطاقه محلوله بحال والو عطاتني شي حاجه الليل المهم صبح لي منفخ الحمد لله اللي من مورا نقي ماشي فاصل اللباس ديالي صافي نخليكم ايدغاتي لحمي نجمع هاد الروينه الكحله اللي عندي واللي تجي ساعه الماكياج هذا معاكم صافي البنات جمعت هاد الدريسينغ ما نقول لكمش كيفاش كان مسكين دوزت غير من الفوق الفوق ماشي شي جمع زعما المهم بقى حتى شي حاجه كطريني كلشي بلاصتو ودابا غادي ندوز نوجد راسي انتما كلشي تاديك المرايه دوزت عليها حيت هي مكتمل فيها الصبيعه ديالها صافي هذه هي التكشيطه اللي غلبست تشوفوني لابساها فنه كتحمق شوفوا معايا كتسطي واخا هي كبيره عليا جباتني جاتني فيها الحمر والخضر جاتني المغرب اختي صافي مع هذا مع واحد الكراتكو ديال سيرين في الخضر غتجي زوينه حتى الماكياج واخا جاتني كبيره انا عارفه كيفاش غادي نقادها تنعمل الماكياج ونوريها لكم الوغ البنات من بعد الترطيب اول حاجه غادي نبدا بها سمحوا لي على التصوير حيت عندي واحد الخيط مصور على قد الحال غادي نقضيو به الوغ البنات اول حاجه من بعد الترطيب سمحوا لي على التصوير عامله واحد التخيبي على قد الحال شوفوا داكشي اللي عطتني بالليل كيفاش جابت لي في عنقي والله ما عرفتش نعرفتو من الفوق جاب الله لي ما غنعملش داك السيده مزير سينو ما كانش غيتجبد ليا الوغ اول حاجه غنعملها مباشره من مورا لي كريم الوغ لي كريم ديالي هما لا باز اللي استعملت باش نحمي بين الجلده والفون دو تان غنعمل هاد فيتمي كيحمق انا هاد الرقم 122 ولكن انا راني سمراء نتوما الا بغيتين خذوا البشره ديالكم ما تاخذوش فتح من البشره ديالكم سينو راه ماشي غادي يبيضكم بلوتو غادي يزرقكم انا غادي نخدم بالمرايه حيت ما كنعرفش نشوف في التليفون باش ما نعملش شي كارثه وانا حضاره صافي غادي نطبطوه مزيان ومن بعد نزيد عليه شويه ديال لا بودغ باش نثبتو وشويه ديال الانتي سير المهم هذا بدا كيتسالى لي خاصني نشري اخر حيت ما عنديش ستوك غادي نطابوطيه بالبيوتي بلاندر اللي شي شويه فازك بالماء ورد غادي نزيد شويه نفزكو بالماء ورد شويه ما كنفركش نفرك هكا حتى بالنسبه للبنات اللي عندهم تقابي في الوجه واسعين كتدخلوا البرودوي مزيان باش ما تبينوش داك لي ديفو اللي عندكم ديال البشره وفات انا الا عييت بزاف
اولا الا عرقت في شي بلاصه جو ترونسبير لي بور ديالي اي سدالات فهمتوا وجهي كيتنفخ لي والتقابل البيولوجي كيتوسعوا لي بحال دابا هنايا مزيان يسوفي نشطح شويه في العسل هذا كيت فريمون كيتوسعوا لي التقابل البيولوجي عندي البشره حساسه بزاف وهادشي اللي غادي نعمل الكونتورينغ بهذا اللي خديت البارح من ايما 90 اورو هذا كيصلح للناس اللي البشره ديالهم سمراء حيت لا كولور ديالو ماشي بحال البرونزور لا كولور كتصلح للبشره السمراء باش ما يجيش داكشي معيق دونك النيف ديالي انا بديت فيه شي شويه بحال هذا شويه خط دقيق غير بحال اللي كنوقفو دغوا وبيان سور شويه هنا شويه هنا واكيد لو كونتور ديال المونطون ديالنا غير خفيف هانتوما كلشي هادشي غيطابوطا من بعد شويه ما تكثروش الماكياج بزاف انا ما كنحملش ديك 10000 كوش من غير الناس لي بروفيسيونيل يعني لي ميك اب ارتست هما واخا يعملوا 10000 كوش ولا يعملوا لنا بزاف ديال الماكياج حيت هما راهم كيعرفوا شنو كيعملوا حنا غنعملوا لي كوش بزاف غادي نكرفصوا غير داكشي انا نهار اللي كدمج لي فون دو تان شي ميك اب ارتست كنبقى مصدومه كيف كطلع لي البشره خطيره واخا نعيا نعمل في الدار ماشي بحال بحال الو غادي نطابوطي شي شويه بحال هكذا غادي ندوز دابا للحجبان ديالي الو الحجبان ديالي ديما تساؤلات عليهم في الانستغرام ها هي لا بودغ البنات اللي كنستعمل 4 اورو هذا عملوه لي في القاع وهذا الخفيف عملوه لي هنايا 4 اورو من عند كاتريس من كرويد فات ديما كنوريها لكم سنين وانا كنستعمل ديك الطريقه اللي خرجت دابا ديال الفازلين وهذا راه ما كتجيش معايا كتجي مع هاد الشباب اللي باقيين صغار ما انا راه كيعجبوني العينين عربيين اللي كيجيو لي مع الشخصيه ديالي ومع وجهي الو غادي ناخذ هذا الشيء نوريكم واحد الحاجه واحد باغا نعملها بوحديت غناخذ شويه في البانش اللي بحال هكذا خاصو يكون مثلت الو حاجه اخرى البنات اللي كانوا بغاو يشوفوا الريزلت ديال الليزر في رجلي راني وريتها لكم في انستغرام وريت لكم غير القاعده الرجل غير في لاشوفي عام ونص تقريبا دابا وانا كنعمل عام ونص ما استعملت لا شفره ديال الحلاقه لا لاسير لا حتى شي حاجه عام ونص باقي ما مشاش 100% باقي كينوضوا لي شي شويه ديال الشعيرات هنا ولكن بزاف حسن من اللي كان الو كيف ما كتشوفوا الجهه اللي عامره هي اللي كنعملها في القاع ديما علاش هاد الشيء باش ما كيجيش القدام كثر حيت القدام خصو يكون خفيف الو شويه اللي بقى في البانسو زائد هاد شويه خفيف هو اللي غنعملو هنا باش نقد بهم لا فورم اللي بغيت ديما خفيف بلا ما تكيو بزاف بحال كترسم فريمون بحال الرسم خفيف 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 باش كيجي داكشي ناتورال وقدوها وهانتوما شوفوا هذا اللي مقاد وهذا اللي ما مقادش كاين فرق كوميما وكيبقاو دائما في الناتورال لان هنا ما عمرت والو هنا خليت طبيعي باش يبقاو بحال الحجبان ديالنا اللي كيكونوا طبيعيين صافي غادي نعمل الحجب الثاني وعاد ندوز الايلاينر الوغ بما انني عامله لي فوسيل ما غنكثرش الماكياج ما غنعملش الماسكارا غير شويه لتحت وبما ان عندي تكشيطه حمراء فانا بغيت نخدم فمي حمر فغنعمل الماكياج خفيف في عيني الا كان الفم ديالنا قوي ما كنبغيش العينين يكونوا كثارين سينو كنجيب شيعه بالنسبه للشخصيه ديالي مي ابري كل واحد وجهه وكل واحد وشخصيته وكل واحد شنو كيرتاح فيه هذه انا نصيحه ليا الا كانوا عينك عامرين بالماكياج بزاف عملي الغوجالي خفيف باش كتكلمي الا كانوا فمك عامر عملي العينين خفاف باش تكلمي ويكون كلاس وهادي الماكياج ديالك انتم البنات الفرق باين بين الحاجب اللي معدل والحاجب اللي ما معدلش اي زياده بانت لكم اولا شي حاجه ماشي هذيك خذوا كوتون تيج سيك بيان سور سيك وقدوها وهانتوما شوفوا هذا اللي مقاد وهذا اللي ما مقادش كاين الفرق كوميما وكيبقاو دائما في الناتورال لان هنا ما عمرت والو هنا خليت طبيعي باش يبقاو بحال الحجبان ديالنا اللي كيكونوا طبيعيين صافي غادي نعمل الحاجب الثاني وعاد ندوز الايلاينر الوغ بما انني عامله لي فوسيل ما غنكثرش الماكياج ما غنعملش الماسكارا غير شويه لتحت وبما ان عندي تكشيطه حمراء فانا بغيت نخدم فمي حمر فغنعمل الماكياج خفيف في عيني الا كان الفم ديالنا قوي ما كنبغيش العينين يكونوا كثارين سينو كنجيب شيعه بالنسبه للشخصيه ديالي مي ابري كل واحد وجهه وكل واحد وشخصيته وكل واحد شنو كيرتاح فيه هذه انا نصيحه ليا الا كانوا عينك عامرين بالماكياج بزاف عملي الغوجالي خفيف باش كتكلمي الا كانوا فمك عامر عملي العينين خفاف باش تكلمي ويكون كلاس وهادي الماكياج ديالك الاخر العين فوالا بحال هكذا شريطه صغيره غادي نعمل طلعه بحال هكذا شتوها وحده اخرى هنايا فوالا بحال هكذا بهذه الطريقه ما كتخليش العينين ديالي ناعسين بالخصوص انني عامله الرموش والرموش كيهبطوا شي شويه العين بالنسبه للناس اللي عويناتهم بحالي صافي نفس الطريقه غادي نعملها فشي اخرى دابا غناخذ الماسكارا غنعمل غير فقاع العين حيت الفوق جي با بزون عامله الشفر من ماكياج ديال العينين غادي نمشط دابا الحجبان ديالي الفوق
هذه غير لا فينيسيون. ودابا عاد غادي نعمل الاونتي سيرنو الباقي ديال لو طون باش حتى الا كانت هبطت لي شي حاجه وانا كنماكي عيوناتي كيكونوا عيوناتي نقيين. الوغ الماسكارا ما توصلوليش تحت العين اول حاجه وجهكم يكون مرطب وعي في الدوره لان تحت العين كيكونوا عندنا كاملين خيوط صغارين الا ضحكناها هو حتى انا عندي كيتجمع فيهم الفون دو طون واخا يكونوا كاع البنات صغار واخا يكون باقي السن ديالهم غير 18 ولا 15 فكيكونوا عندنا ديك لي ريدول ديكسبرسيون ناتوريل ملي كتضحك. فالا عملتي الاونتي سيرن ماشي بالطريقه الصحيحه كيتجمع هنا بحال هكذا شويه اوسي هنا غير شويه ديك الطابوطي غير بيتي وبنال ميم بيوتي بلندر غادي نطابوطي بشويه غادي تشوفوا واحد الضو خاطر غادي نوريكم الاونتي سيرن ديجا وريته لكم بزاف د المرات. بالنسبه للاونتي سيرن الحباب ديجا وريته لكم خديته غير من اكسيون عمل اورو شي حاجه ما غاليش علاش كنطلعوا الاونتي سيرن هنا بحال اللي كنسحبوا شويه العين فوالا. وهاد الصغيره اللي هنايا غادي نطابوطيها غير بصبعي وبيان سور غادي نطفو كلشي فوق العين باش كيبقى كلشي نات ونقي وماكياجنا كيشبر النهار كله. فوالا شتو على ضو تبارك الله. دابا غندوزو الفراجو وعاد لا بودغ شويه دهاد لا كولور اللي فيها الهايلايت شويه غادي نعمل بها ديجا تحت العين فوالا باش نكبرو تحت العين دوت كوت تحت هو هذا فغا بوبيغ عامل بحال هايلايت بايتي بزاف ولادي عاملين فوضى تحت كيلعبو علي وهويم فوالا على هاد الطريقة. أنا بغيت ماكياج العينين خفيف بزاف غادي نزيد ناخد شوية غادي نعملو هنا دمعة العين ولتحت لا بودغ. الوغ لا بودغ غادي نستعمل هذه ديال مايبيلين هي فنه غير ما تكثروش الفون دو طون الا كنتو غتعملوها لان كتجي ثقيله في الوجه. انا غادي نعملها شوفوا بهذه الطريقه غنطابوطيها هي اللي غتشبر لي الماكياج ديالي عشيه كامله حيت لا سواري ديالي العرس يعني حضاره بالليل. اما كو كان النهار اكيد 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 ما غنكثرش الفون دو طون غادي نعمل ديك الساعه كريم دو جور وشويه ديال البودر والانتي سيرن الا كان ايفينمون كنبغي البودر ديما اولا ملي كيعرق لي وجهي بزاف كيعجبني تكون عندي بحال هكذا نثبت بها مكياج. ماسك البلوش البلوش غنستعمل هذا ديال ايسونس حتى هو شي 4 اورو ما وصلش فوالا بحال هكذا وهنا فين كنحط البلوش البنات ماشي هنا هالعار كنتلقى شي مره البنات بالاونتي هذا حتى لهنا بالفراج حتى للحنك لتحت فلاج وهذا هو الخد ماشي حنا عندنا هذه هي الحنك نو هذا الوجه هذا هو الخد الخد الفوق فوالا بحال هكذا دواور 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 من بعد باش كندمجو كلشي باش ما كتبقاش الشرطه ديال الفراج وباين كونتوريك غادي نستعمل هذا ان اورو هانتوما ديال اكسيون فن ان اورو زوين واخا باورو. الوغ اول حاجه حيت مرطبه فمي غنعمل عليه شويه ديال لابودغ باش لاكار ديالي يشبر لي توت لا سواري بريسك. الوغ اول حاجه غادي نطلع شويه من القدام فوالا بحال اللي كنعمل ان بون من بعد غادي نهود على الحاشيه ديال لافغ ديالي يعني الفوليوم كنزيدو غير هنا الباقي كنهود مع لا ليفغ ديالي فين خطير حمقني. دابا غنفيكسيه بشويه ديال الماورد فوالا احسن فيكساتور هو الماورد ما كيضرش البشره ما فيه حتى شي برودوي كيماوي
ودابا اختي غادي نوض نلبس عليا غنجمع بعد هاد القربله. عندك يسحب لكم هادشي كيتصور بسهوله، قربله مقربله، شوفوا العكر وكيف راميه. ونوجد غندي معايا لا بودغ والعكر وريحه صغيره، كيعجبني نديهم معايا في الصاك حيت لا بودغ كيعرق لي وجهي باش كنماتي فيه، والعكر حيت نتوما عارفين ملي كناكلوا شي حاجه في شي سواغي كيطير هكا يبقى عندي الماكياجي امسيه كامله. مي ما نقول لكمش قسما بالله لا الماكياج توب كلاس خطير. هاد السيرين هي اللي عدلات لي شعري، بغيت نوريكم هذا انا جابوه لي كادو، هاد ميتال ديتوكس بروفيسيونيل. كيفاش جا كسيرين في لي لونغور قالت لي سيرين انكرويابل، كاع ديك لي فورش اللي كيكونوا في القاع ديال الشعر راه ماشي كياكلو، ولكن جو بونس ثمنه غالي شي شويه، وما فيهش بزاف الناس اللي كيفهموا شويه في لي برودوي بروفيسيونيل غادي يعرفوه، ولكن خطير. غير شويه غير نوازيت وحده ما بقى حتى شي فورش كيلمط الشعر كيف ما كنقولوا. صافي سيرين قدات لي شعري بلو لي سوغليس، وغادي نعمل هاد الاكسسوار هذا في شعري حيت غير خفيف ما بغيتش يكثر لانني عامله لي بيجو. الحباب ديالي غنوريكم بعدا هاد لا ميرفي اللي لبست اللي كتحمق. شوفوا معايا شوفوا معايا الطار ديال لالا، هادي وحده من لي برودوي ديال لينا قفطان اللي عملنا من عندها، لبسنا من عندها البلدي في العيد. شوفوا معايا على تحف اختي مع داك الاحمر والخضر كتفكرني في البلاد. شوفوا لي سيستراس بيان سيغ سنطع منها في الخضر، ونلف اتون نحيد هذا. سمحوا لي نحطوا هذا هنا باش نصور على خاطري، فوالا بحال هكذا. الناس مع هاد لاكغاتكو ديال سيرين، كل واحد سلف لي شي حاجه، هذا ديال سيرين هذا ديال عاليه ولادي، كل واحد سلف لي شي حاجه. ها انتما. وبالنسبه للصنيديله عملت معها هاد الصنداله في الدوغي بحال هكذا، شفتوا ما عليهش بزاف، ولكن ما عنديش شي وحده دوغي اللي تواتى معاه، هو الصراحه خصو العلو بزاف، مي خطر خطر البنات كيحمق. ها انتما شوفوا معايا عظمه العظمه، عرفتوا والله العظيم الا التصوير شوفوا تحركت لي نهايه وسعت لي الصنطه، التصوير ما كيعطيش الحق الحاجه بحال مباشره. ها انتما شوفوا معايا شوفوا معايا فري خطير خطير، ما نقول لكمش على الخدمه كيفاش عامله كاع لي برودوي ديال لينا. دابا نتوما كتعرفوا فوالا الماكياج. ها نتوما الحباب بصراحه خطر، غادي نحاول نجي هنايا تحت الضو خطر. فوالا ها نتوما شفتوا على ماكياج حمقني. شوفوا معايا التكشيطه فنة، شوفوا معايا هنايا غيبانو مزيان قريب. وبيان سيغ لي بيجو مع عند مين دوغ، كلشي لي بيجو اللي كنلبس مع عند مين دوغ. فوالا ها نتوما شفتوا فن وبيان سيغ عملت معها هذيك لافيست ديال الفورير، المهم خطيره لبسة هاد الفرع فنة. هانتوما شوفوا شحال ديال المكتب اليوم عارف تقول حتى نايضة نايضة غادي ندوز عند عمتي، غندوزو مع عمتي خديجه والزهره، ومن بعد عاد غادي ندوزو نجيبو عاوت معنا صحاباتهم حيت حنا حضارين في مخلن مالين، ما كاين لاش يمشيو بزاف د الطوموبيلات. مثلا انا هزيت معايا جوج صحاباتي د عمتي وصحاب بنت عمه ديال عمتي، عاوتاني هزيت معاها شي واحد، كل واحد هز معاه شي واحد باش ما يدي بلاصه وشي زعما بزاف، ميم تما في الباركينغ يكون سهل الامر، لان الا كانوا بزاف ديال الطوموبيلات غادي نجبرو شي تا فين ستاسيوني ولا والو، سا سيغا غيان كاسبياج وصافي. وصلت صحباتها ديال عمتي حيت حنا كنا في مخلن، يعني ماشي غير من بروكسل لداري، مدينه اخرى
بعد من بروكسل نص ساعه حتى هي. دونك من تما لداري بالنسبه للناس اللي ما عارفينش مخلن هي مالين، من تما لداري ساعه ونص، وانا دوست لبروكسل يعني الروتور دا مني اكثر من ساعتين ديال الطريق. دوست لبروكسل ووصلت صحابه تدعمتي لدارهم، ووصلت عماتي حتى هما لدارهم. وعمتي مسكينه دابا قالت لي دخل عيط لي، باقي ما عيط له، ولكن تنحيد اخوتي ما كاش حيت عرفتو شنو كنقنط اللي كنبقى ما كاش الخصص هذا اللي كيكون ديال الحضر كيكون فيه لابود وهادشي كامل كيقنطني. غادي ندي ماكي وجهي بعدا عاد نمشي نغسلو، ولي طيار التفر ديالي كنسى انني عامله لي فوسيل لي زيكستونسيون كنسى مره. غادي نحيد كلشي. عرفتو شنو هي احسن راحه؟ هي ملي كتغسل وجهك وكتدخل وكتخشف فراشك. المهم الغزالات لقيتوني في الفراش ديالي، هادي دابا 4 دقيقه. اش غادي نوريكم غير الدراج اللي عطاو، هذا واحد ديالي واحد عبدي الزهراء عطاتو لي. الوغ سي لا سيتاديل، ما سيتاديل او فيت لا سيتاديل بالنسبه للناس اللي ماشي من بلجيكا ولا ما كيعرفوش الفرنسيه، هي حسن المسلم مخير. جاتني جاني كادو تري اوريجينال سو بوتي مو دو فان دو بو، عاد واحد لو مو باش يشكروا فيه الناس اللي جاو حضارين عندهم. الوغ كانوا عندهم بحال هكذا، كنعطيكم افكار صراحه. العرس كان مخير ما شاء الله، تري بيان اورغانيزي. لورغانيزاتريس دقات من المتتبعات ديالي، كنبوسها سلمت عليها. كنا ماشيين ما هضرناش بزاف، اورغانيزاسيون طوب، ماكله مخيره، الناس ماشي كثارين. ودايوغ تنتوما كنصحكم البنات اللي كتوجدوا للزواج ديالكم ولا اللي غيجوجوا وليداتهم ولا، حاولوا في العراسه ديالنا نقصوا داك القضيه ديال 400 الناس 500 الناس، سا سيغا غيان. عرفتوا غير الناس حتى شي ديك 500 الناس 200 الناس تبارك الله، غير الناس القرابين العائله ديالنا الحباب ديالنا، الناس اللي غيفرحوا معنا، الناس اللي يستاهلوا انهم نشاركوا معاهم الفرحه ديالنا. ماشي فتنه وفوضى على والو. المارياج هنا داز مخير بيان اورغانيزي كلاس، الماكله مزيانه، سيرفيس او توب، لي سيرفيس زوينين وكيضحكوا وكيسربيو في الوقت. الحنه ديال الراجل كانت حتى هي في صاله وحده اخرى وشناها، كانت مانيفيك لومبيونس شماليه. بيان سور ما نقدرش نصور لان العرس سي بيرسونيل، شي حاجه ديال الناس. انا صورت لكم بحال اذا لقطات الماكله ولا وجهي ولا سيتو، احتراما للناس واحتراما للخصوصيه ديال الناس اكيد. كانت الحنه ديال العروس فنه، فيها لومبيونس غير الرجال، حيت حنا الشماليين كنعملوا الرجال بوحدهم والنساء بوحدهم وفي الاخر كيتخلط كلشي، ولكن كان كلشي طوب. العروسه تبارك الله عليها غزي، ولا العريس حتى هو غزال، طلعوا في العماريه جا داكشي مزيان ومتول في نيون مانيفيك ما شاء الله. صافي هادشي اللي عطاو هذا واحد في هاد مال ديغاجي تري زو. هذا حصن المسلم، خاصو يكون معاك ديما باش تعلم تكون كتحصن راسك وكتعرف تلم لسانك وكتعرف تقول كلام طيب. في البيض في الغوز بودغي مع الدوغي، ديما الدوغي، وفي الغوز هذا الغوز بال ماشي الباج شي شويه، والاخر غوز فرونسي هو اللي دات عمتي خديجه. دونك كتبقى فكره مزيونه اوريجينال وشي حاجه اللي غادي نستعملوها احسن من الدراجي غناكلو الحلوى ونسيبوهم. ولا الغزاله ديالي تصبحوا لي على خير. عرفتوا وليت كنهضر كا، والى فيديو مقبل. باي باي. شوفوا ديك التنفيخه اللي في عنقي كي عملات لي كاريت، ما عرفتش شنو هادشي، مي الحمد لله سي با غاف دوزت العرس ديالي. باي باي.